FM. الكلمة ليك. قصة الاحتجاجات الليلية البارحة بديت في مناطق عدة من تونس، ونظمتها حملة منيش أو حملة ولا اسمها حملة وقتاش ناويين تعملوا احتجاجات متاعكم، لكن زادة كيف مع مشاكل أخرى في عدة مناطق، منها سقيط سيدي يوسف ومطالبة بالتنمية واحتجاجات غادي كيف. معنا أكثر تفاصيل سي منور الورتاني والي الكيف، مرحبا بك. صباح الخير، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي اذاعه كفافين. سيدي مرحبا، انتم عندكم اليوم اجتماع استثنائي لفائده سقيط سيدي يوسف. بالفعل احنا بعد حين ان شاء الله باش نتوقف بعد ربع ساعه تقريبا من التوقيت هذا باش نمشيو لسقيط سيدي يوسف، وهذه احتجاجات عاديه جدا لانه صار ربما اشكال على مستوى توزيع المساعدات اللي سبب مشكل ما بين المعتمد وما بين الأهالي الجهة، وصار عليه ربما بعض تشنج من الشباب اللي سكر جزء من الطرقات المعدية لسقيط سيدي يوسف، ولكن كان في مستوى معناها احترام للغير، ما كانش فيه معناها اعتداء على حقوق الآخرين، وما كانش فيه ربما فوضى، وما كانش فيه تكسير، وما كانش فيه كذا. اليوم إن شاء الله باش نكونوا مرفقين مختلف المديرين الجهويين للاطلاع على مشاغل المواطنين، لأنه من حقه باش يحتاج خاصة على البنية التحتية أو ربما على التشغيل أو التنمية لغير ذلك. هذا إن شاء الله من خلال قربنا للمواطن، من خلال الاستماع ليه، من خلال وضع استراتيجية عمل معناها وإيجاد حلول عاجلة بالنسبة للمشاكل اللي هي تتطلب تدخل مباشر، وكذلك معناها إيجاد حلول بالنسبة للمشاكل اللي هي تتطلب معناها استراتيجية على مدى متوسط وعلى مدى بعيد. من سيحضر الاجتماع سيد ولد؟ هو مش باهل المجتمع المدني بطبيعة الحال ومختلف الأحزاب وكذلك المواطنين، لأنه احنا باش نتنقل إلى بعض الأماكن اللي هي فيها إشكاليات باش تدخلوا كذلك إلى بعض العمادات الأخرى، باش يكون فما اجتماع معناها ما تعرفني انا نحب ديما الاطلاع برا، معناها باش نكونوا موجودين مع المواطنين في مقر المناطق نتاعهم هذه والعمادات نتاعهم، حتى نفهموا على قرب معناها شنو هي الاسباب وراء هذا. انت تشوف احتجاجات يعني كانت غير مؤثره تلقائيه؟ لا اعتقد ذلك باعتبار انه فما اشكال، انه فما 100 مساعده تم توزيعها، ثم البعض يقولوا أنها ما صارتش معناها في حدود كما نقولوا احنا معناها العدالة، معناها مثلا ما تمش توزيعها بمعايير معناها معقولة، وهذا اللي باش نشوفوه باش نطلعوا عليها، ما عندهاش علاقة بحتى حملة، هذا اللي نأكده لك. يعني فما معناتها مساعدات، معناتها قاموا بمساعدة المحتاجين؟ أطراف هذا معناها الدولة أعطت مساعدات في طار بغير رزق بعض العائلات في حدود 100 إعانة، صار عليه احتجاج باعتبار وأنه فما طرف أخر يقول لك ما ليش ما خديتش أنا وليش فلان، وصارت محسوبية، معناها يقولوا فما محسوبية وفما فلان يقرب للعمدة والآخر يقرب للمجنية، هذا باش نتقل الأثر ربما حتى لو ضد البعض. احنا واعيين بشيء هذا وباش نمشي وتقع مراجعة بطبيعة الحال كاملة على كل الناس اللي باش ينتفعوا بالمساعدات هذه، وباش نقعدوا مع الناس وباش نشوفوا أهالينا في سقيط سيدي يوسف ناس طيبين وناس معناها بالعكس احنا وجودهم غاديك عنده دور كبير، ونعرفوا منطقة حدودية ومنطقة معناها الحقيقة صعبة وتطلب معناها لفتة استثنائية وتطلب. وقت اللي نسمعوا معناتها دعوات الانفصال ودعوات انه نمشيو للجزائر ونسيبوا تونس ونحيوا الجنسية التونسية وعطيونا الجنسية الجزائرية، لا وقت اللي نسمعوا هكا معناتها واحد يخمم مليح معناتها في الوضع غادي. والله لباس، قدرة ربي نأكد لك وأنه وضع لباس، وأنا متأكد وأنه إن شاء الله بعد حين سيقع حل الإشكال هذايا، وإحنا توانسة ونقعدوا دينا توانسة دونك وكل واحد في بلاصتو. إذا صار فساد في تقول أنت في توزيع المساعدات، فما مش يكون محاسبة للناس اللي أساءت التوزيع؟ شكون المسؤول عليه؟ ثم لجنة محلية متكونة من أهالي الجهة برئاسة المعتمد. باش نشوفوا شكون اللي تدخل وشكون اللي حط اسم فلان واسم فلتان، هذا امر بقول لنا احنا عملنا لجنه جهويه لمتابعه الامر وايقاف بقيه المساعدات الاخرى بوارد الرزق في انتظار وانه يقع حل الترانش الاولانيه هذه. واضح، شكرا لك سيد الوالي ولي الكيف منورتني على قبولك الدعوه بالهاتف. كاب اف ام.
الكلمة ليك.